السلام عليكم ورحمة الله. شهدت منطقة قلعة سرغنة ليلة البارحة واقعة خطيرة تمثلت في إصابة شرطيين على يد مبحوث عنه خلال مداهمتهما لمنزله. وفي التفاصيل ذكرت مصادرنا بأن العناصر الأمنية التابعة لمنطقة قلعة سرغنة قامت ليلة البارحة بمداهمة منزل مبحوث عنه متابع بجرائم الضرب والجرح والسرقة، ليتفاجأوا بأقدام هذا الأخير وبمساعدة صديقه بالاعتداء عليه بوسط سلاحه الأبيض من الحجم الكبير سيف. هذا وتعرض الشرطي الأول لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، بينما أصيب الآخر على مستوى اليد في محاولة من المتهم الفرار، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقافه وإحالته على الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه. ومن جهتها جرى نقل الشرطي المصاب على مستوى الرأس بالسلاح الأبيض إلى المستشفى الإقليمي التابع لقلعة سرغنة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما لم تستدعي الإصابة التي تعرض لها الشرطي الآخر على مستوى اليد نقلها إلى المستشفى. نشكركم على حسن المتابعة.